حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف يحيى العابد، الكاتب والمحلل السياسي. مساء الخير سيد يحيى، وأهلا بك معنا في هذه النشرة. إذا حتى الحجر لم يسلم من انتهاكات الميليشيات الحوثية، فلماذا برأيك تستهدف الميليشيات الأسواق الشعبية التراثية ذات الموروث الثقافي التاريخي العريق؟ بداية تحية لكم ولمشاهدي قناة الغد المشرق. أعتقد ليس جديد على الحوثيين أن يسعوا إلى خلق أنماط جديدة غير معبرة عن الهوية اليمنية في كثير من أعمالهم. في بداية نتذكر ضريح صريعهم حسين بدري الدين الحوثي الذي بنوه في صعدة، وكان ذلك النمط الإيراني. أيضا تغيير أو المساس بالهوية اليمنية المعمارية عندما علقوا تلك الصرخة المعتوهة والمجنونة على أسوار صنعاء القديمة في باب اليمن، واليوم ما يقومون به هو ليس مساس بالهوية اليمنية فحسب، وإنما تحدي للإرادة الدولية للمجتمع الدولي لكل من يهتم بالتراث الإنساني العالمي. صنعاء القديمة، شباب حضرموت، الزبيد، هم مجموعة مدن تاريخية وأصبحت تراث عالمي وإنساني، وأي تغيير فيها أو في معالمها أو في أشكالها أو في أسواقها ولا يتم بنفس النسق الذي هي عليه ومن خلال منظمة التنسيق مع منظمة اليونسكو وموافقتها يعتبر جريمة في إطار الاتفاقات والمعاهدات الدولية المعنية بهذا الشأن. أعتقد الحوثي يريد أن يقول للعالم ويقول لليمنيين ويقول للمستقبل أيضا عندما يتذكر هذه العصابة التي حكمت اليمن أن الحوثي مر من هنا، حيثما تتغير الحوثي الهوية تحمل توقيع وبصمة الحوثي. عندما يكون هناك الموت يكون هناك الحوثي، عندما هناك استغلال الأطفال هناك الحوثي، عندما يكون هناك الاستعمار والاستبداد وقلة الخير هناك مر الحوثي. وأنا أعتقد أنه على المجتمع الدولي وعلى المجتمع اليمني أيضا وعلى المجتمع الصنعائي بخصوصا أن يعلن العصيان المدني وأن تتغلق كل أبواب وأسواق وتكاكين صنعاء القديمة في رسالة واضحة للعالم أنهم يرفضون هذه المبادرة الخبيثة والممجوجة من الحوثيين. الحوثيين يريدون أن يمجدون أو يخلدون ذكرى من علي بن أبي طالب لم يصل إلى صنعاء ولم يدخل إلى صنعاء القديمة. من دخل إلى صنعاء هو أبرهة وجيش الأبرهة وكل ليس أبرهة لبعيدة صنعاء القديمة عن. لماذا لا يقولون أن هذا النمط الذي موجود عندهم أو الذين يريدون طرحه هو جزء من منظومتهم؟ مشكلتنا، مع احترامي إذا أطلت قليلا، مشكلتنا في اليمن أننا نتعامل مع قضية السلام في اليمن أنها تتوقف البندقية، بينما الحوثي يمارس كل ما يمس بعقيدتنا، بقيمنا، بتراثنا، بتاريخنا، بحضارتنا، بقيمنا، بكل ما هو جميل في وطننا، والعالم ينتظر فقط ألا تجرح البندقية. إذا كان هناك من حديث عن السلام عليهم أن يتحدثوا عن السلام، أن وقف أي تغييرات أو استحداثات ممكن أن تتم سواء في الجانب العسكري أو الجانب المجتمعي أو الجانب الثقافي، وعليهم أن ينصحوا الحوثيين أن يكونوا أكثر أخلاقا في تعاملهم مع الشعب اليمني، لأن الأنين زاد والوجع زاد والقهر زاد ورمضان القادم والجوع زاد. تفضلي. طيب، قرار هدم الميليشيات الحوثية لمدينة صنعاء القديمة والتي طبعا يرجع تاريخها لأكثر من 2500 عام، يعني برأيك ما هي أبعاد هذا القرار على مستقبل اليمن وخاصة على أبناء المستقبل؟ كما أشرت، هم يريدون أن يضعون بصمة في أي مكان، يقولون أن الحوثي مر من هنا. عندما يكون المجتمع الوهم الذين يريدون أن يضعوه في قلب صنعاء القديمة ليشوه من ذلك الجمال المعماري والجمال التاريخي والحقيقة الخالدة في وجدان كل من يزور صنعاء القديمة أو من يعرف اليمن، حالها كحال أي مدينة تاريخية في أي منطقة يمنية، في شمال اليمن، في جنوبه، في شرقه، في غربه، تحمل بصمة وهوية يمنية. عندما أتحدث عن شباب حضرموت أتحدث عن هذا التاريخ العظيم، عندما أتحدث عن صنعاء، عندما أتحدث عن بيت الفكيه، عندما قصص كثيرة تحكى في التاريخ اليمني. فالحوثي يريد أن يقول كل منطقة
مررت منها وضعت بصمتي وهي بصمة لا تمت إلى اليمن بأي شكل من الأشكال، بصمة فارسية إيرانية تريد أن تجعل منا أكثر قهرا على وطننا، وأيضا من أجل إذلال الشعب. أعتقد أنه ماذا يخوف أبناء صنعاء القديمة من أن يقولوا لا، هناك أصوات ارتفعت نعم على شبكة التواصل الاجتماعي، لكن لا توجد أصوات في الميدان. وصلنا إلى مرحلة الذل والمهانة والخوف من الحوثي إلى هذا الحد. صنعاء يريد الحوثي أن يدمرها أكثر والكل صامت. فأعتقد كما أشرت سابقا عليهم أن يتحركوا العصيان المدني في داخل صنعاء القديمة، وتضامن أبناء كل سكان صنعاء من شرقها وغربها وشمالها وجنوبها مع صنعاء القديمة هي الحقيقة التي يجب أن ترتفع اليوم حتى يسمع العالم صوتنا. وإذا لم تكن الأصوات مرتفعة من أجل صنعاء من وسط صنعاء، فأعتقد لا يستطيع أحد في الخارج أن يقوم بأي شكل. الحكومة اليمنية مشكورة، قدمت موقفها واحتجاجاتها ورسالاتها وبياناتها وتصريحاتها نعم، لكن إذا لم يكن هناك فعل عملي أيضا من أبناء صنعاء، أعتقد أن الحوثي سيواصل بتعنت غريب مسخ هوية اليمن، كما كان سباقا في مسخ المعتقد والعقيدة فهو يسعى أيضا إلى الهوية، وهذا ما لا يرضاه الشعب اليمني. وأعتقد أنه إذا أقدم على هذه الجريمة فلا سلام يمكن أن نتحدث عنه، ولا هدنة يمكن أن يتحدث عن الجميع، وأنا لصوت البندقية أن يحرر صنعاء. ولكن كيف سيكون تجاوب المجتمع الدولي برأيك مع دعوات أو الدعوات الحكومية لإيقاف تدمير الأسواق الأثرية في مدينة صنعاء القديمة؟ أعتقد إذا كان هناك جدية لدى المجتمع الدولي وبالذات منظمة اليونسكو المعنية بالتربية والثقافة والعلوم بتتعامل بجدية مع هذا الموضوع، هناك سيكون تحرك ورسائل واضحة لمجلس الأمن تهدد هذه العصابة وتوقفها عند حدها. وإذا كانت العملية ليست أكثر من بيان أو تصريح صحفي أو مقابلة أو ما إلى ذلك ليتحدث عن عظمة صنعاء القديمة وما تتعرض له، فأعتقد أن احنا محلك سر وسيعمل الحوثي كل شيء ونحن لا نستطيع أن نعمل أي شيء. أنا أشكرك على هذه المداخلة، كان معنا عبر الهاتف يحيى العابد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.